مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. ده تاني لقاء لينا ان شاء الله مع دكتور محمد التميمي، ماجستير التركيبات الثابته. طبعا واللي هيكلمنا ان شاء الله في تخصصه الاساسي اللي هو التركيبات الثابته. طبعا هنتكلم طبعا عن التركيبات المتحركه، لكن قبل ما ابدا حديثي اسمحوا لي ارحب بضيفي في حلقتنا الثانيه. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ طبعا من الحلقه السابقه كنا اتكلمنا عن حشو العصب، وطبعا الحلقه كانت جميله جدا وعجبت ناس كتير جدا واستفادوا فعلا. طبعا حضرتك وعدتنا ان حضرتك معانا في سلسله حلقات نطمن فيها المشاهد عن كل ما يخص الاسنان. النهارده اخترنا موضوع ده الاساس بتاع شغل حضرتك اللي هي التركيبات الثابته. تمام. فاوريدي احنا بنقول دايما يعني الانسان بيقول ايه، محتار ايه، اعمل تركيبه ولا ازرع؟ طب انا لو زرعت الزراعه مكلفه، طب اعمل تركيبه ثابته ولا تركيبه متحركه؟ فقلنا له ما تحتارش. وليه تحتاروا معانا دكتور محمد؟ فطبعا ده عشان بقى نجيب في حضرتك ان احنا نطمن الناس النهارده في حلقتنا عن التركيبات. طب دكتور من حديثنا عايزين نقول ايه الفرق بين التركيبه الثابته والمتحركه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الفرق ما بين التركيبه الثابته والتركيبه المتحركه من اسمها بس كده، تركيبه متحركه تركيبه ثابته، ان هي اصلا اجراء اتعمل في العياده وخلصنا وخدنا مقاسنا وركبنا التركيبه فبقت ثابته، فالمريض ما عادش ليه علاقه بيها اي خالص ايا كان. هي بتتحط وبتثبت خلاص، ما عادش بقى لا بيشيل ولا بيحط. لكن المتحركه من اسمها ان هي متحركه بس كده، هي دوب جاست انها ركنة كده على اللثه حضانه بس على الاسنان، لكن ان انا باكل فيها بعض الحركه مع المضغ مع الاكل مع الكلام ده ماشي موجوده، والمريض بيشيلها طبعا بيغسلها وبينضفها ويحفظها وبعد كده يلبسها تاني. ده فرق التركيبه الثابته. برده يعني في فرق كتير قوي ما بينها وما بين التركيبه المتحركه. التركيبه الثابته ان انا بحط بقدر اكل عليها وامضغ عليها اي حاجه. القوه بتاعت الماستيكيشنز دي او القوه بتاعت الاكل اللي موجوده ضغط دي عاليه قوي. فالتركيبه الثابته بتقدر تتماشى مع القوه دي والاكل دي، فاضغط واكل اكل اي حاجه بمزاجي، انواع الاكل كلها سوفت هارد ايا كان باكل. لكن المتحرك انا ببقى متحفظ شويه في قصه الاكل دي. الحاجات اللي هي الستيكس كلها اللي بتلزق دي ببقى بهرب منها، الحاجات اللي هي بتمضغ شويه بهرب منها، ببقى الان الحاجات اللي بان اي حاجه بتمسك معايا في السنين دي بحاول ان انا يعني اتفاداها من المتحرك. الثابته برضو الفرق من الفروقات الجوهريه ان الثابته برضو بتبقى ثابته ما فيش اكل بيتراكن عليها خالص. يعني مفيش اكل مثلا يدخل الا لو هي فيها ديفكت ذات نفسها. لكن المتحرك طبيعي ان انت ممكن تلاقي حاجه اكل مثلا داخل موجود تحت التركيبه، حاجه من الجنب. برضو فروقات الثابته بتبقى ثابته تحط ما لا بتزيد ولا بتكش، ولا المتحركه عشان متحركه فممكن جزء من اللثه مثلا كش او هبط، جزء من العظمه هبط، تلاقي التركيبه طولت، تلاقيها تجرح في اللثه، تلاقيها بيبقى فيها مشاكل، التهابات، قرح موجوده. الكلام ده مش موجود طبعا في الثابت. الثابت نفسيا بالنسبه للبيشنت او المريض طبعا طبعا بكتير قوي عن المتحرك الصراحه. ايه طب لكن احنا بنقول الثابت احسن بكتير، لكن في حاجه اكيد بتواجهنا مشاكل واحنا عايزين نعمل تركيبه ثابته وخصوصا مع الطبيب. زي ايه بقى المشاكل اللي ممكن تقابل حضرتك عشان نعمل تركيبه ثابته؟ مشاكل بالنسبه للبيشنت نفسه يعني، مش شغل حضرتك طبعا. هو طبعا التركيبات هو انت هتركبي ليه؟ انت علشان هو واحد خلع ضرسه اكيد فقدت ضرس خلعناه، فهو طبيعي احنا هنركب. طب وليه هنركب؟ طب ما احنا نسيب القصه دي خالص كلها خلاص. لا هو احنا لازم نركب لاسباب كتيره قوي. اول حاجه ان انت الاسنان دي ما تقربش على بعضها. اللي فوق ما يطولش من مكان الخلع الخلع اللي تحتيني، تمام؟ العظم اللي تحت ده ما يدوبش، فعشان كده لازم نركب التركيبات اللي هي الثابته اللي هي موجوده عندنا دي، تمام؟ مش كل اللي جاي لك في العياده ينفع ان هو يتركب تركيبات ثابته، تمام؟ يعني في واحد اولا التركيبات الثابته يعني الفيرست تشويس بتاعها من الاول خالص اللي هو الامبلانت او الزرعات.
الزراعات لها ليميتيشنز ولها حدود ولها كوست ولها 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 حاجات سيستماتيك بتبقى موجوده في البيشنت ذات نفسه، هل ينفع ولا مش هينفع؟ وممكن هو مش قادر على الكوست، فبعد كده بنرجع للتركيبات الثابته، هو هينفع يتركب له تركيبات ثابته ولا لا؟ التركيبات الثابته بمفهومها ان انا عشان اركب تركيبات ثابته لازم يبقى في عندي اسنان قدام واسنان ورا. يعني زي الاعمده كده بتاعت الكوبري والمشايه اللي في النص دي محمله على العمودين، على العمودين حاجه بحمل عليه بالظبط كده. هي حتى لما بنيجي نسميها بنسميها بريدج او كوبري. كوبري ده لازم سنان قدام وسنان ورا. طب هو ما عندوش اصلا سنان ورا، خلاص اوريدي مش هينفع ان انا احمل. لكن في بعض الحالات ممكن نحمل ورا، بس بنحمل بقيمه معينه وبلينس معين. لو هو السنان قدام ممكن نمد حته صغننه لها طول ولها وزن ومقاسات سنان بتتقاس كده يعني. في بيشنت تاني مثلا ممكن يبقى جاي الاسنان بتاعته دي كلها اصلا موفبل، عنده اسنان ورا وقدام بس اصلا كلها بتتحرك. واحد دايابيتيك وان كنترول مثلا تايب 2 بالظبط، فبتلاقي الاسنان دي عماله تتحرك. انا مش هحمل عليها، لو حملت عليها مثلا سنه سنه اتنين ماكسيمم وتبص تلاقيها خلاص لوز. فمش كل حد هينفع تركب له تركيبات ثابته. في حاجات كتيره بتبقى فروقات ما بين ده وما بين ده. طيب قبل ما نتكلم، في مشكلة بتواجه الإنسان في تركيب الأسنان السابقة اللي هو دايما بيقولوها الشكل الجمالي، بنتفادى ده ازاي؟ هو الشكل الجمالي ده بصراحة يعني بيتحدد على حسب نوع التركيبة. اولا احنا بنحدد الشكل الجمالي للبيشنت دي سكة الألوان والاختيار والشعر واللون والكلام، لكن شكل التركيبة ذات نفسها في على حسب الانواع بتاعت التركيبه. في يعني في عندنا حاجه اسمها بورسلين. البورسلين ده نوع هو اللي يمكن اقدم واحد شغالين بيه ولسه ما زال ستيل شغال برضه، بس هو القديم. وفي حاجات اللي هي الجديده. الحاجات القديمه زي البورسلين ده بيبقى شغال التكنيشن هو اللي بيعمله. انا بيبقى عليا جزء ان انا اختار اللون واحدد الديزاين، وهو التكنيشن ده هو اللي بيصنع الخامه ده. فهو لو في تكنيشن معاكي شاطر قوي هو يطلع الشكل الجمالي ده يظبطه، وبيطلع التركيبه بتبقى شكلها بالنسبه لحجم السنان، لون السنان، اللثه فيه لثه ولا ما فيش تركيبه. فالتكنيشن بيظبط القصه دي وانت بتبص عليه. والله تشيك في الاستاتيك بالنسبه لك حلو وانت محدده له الديزاين وطلع تمام، خلاص بتبقى التركيبه تمام. فلازم التركيبات بالذات في الشكل الجمالي هو يبقى فيه كونتاكت ما بين الدكتور وما بين التكنيشن، الاثنين مع بعض. ولما يبقوا فاهمين او ما يبقى فيه تكنيشن معاك فاهم، لا التركيبه بتطلع جميله. لكن انت ممكن يبقى فيه ديزاين معين في دماغك انت عايز تنفذه وهو مش موجود، لان ده شغل يدوي. لكن الحاجات الجديده الزيركون والايماكس والحاجات دي بقى، دي كلها شغل كمبيوتر ديزاينز. الدقة طبعا فيها والاستاتيك فيها والجمال فيها والجودة فيها بتبقى اعلى بكتير او في الجزء الاستاتيكس ده من البورسل. البورسل يعتمد على تكنيشن اكتر مع الدكتور طبعا، لكن التاني ده شغل كمبيوتر بيبقى مختلف تماما عن ده. يعني احنا بنقول الايماكس او البورسل الزيركون بيبقى افضل من البورسلين يعني في حاجات كتير. هو طبعا مظبوط، بس المعلومه مش يعني ما تتقالش كده. هو كل حاجه بيبقى لها شغل. البورسلين ده هو اصلا ده معدن، شاسيه معدن تحت وبيتحمل عليه البورسلين. البودره بتاعت البورسلين دي بتتبني عليه، لان البورسلين بطبيعته اصلا حاجه بريتل ماتيريال، ماده ممكن تتكسر بسهوله. فعايزه حاجه تشيلها، فاللي بيشيلها بيبقى الشاسيه المعدن، وبعد كده انت بتحطي الابيض اللي موجود ده. تمام. ده ليه شغل وده ليه تكنيك وليه استخدامات، ومن اقدم حاجه شغالين فيها مع الاسنان. الزيركون والايماكس دي والايماكس دول حاجات ابيض بيور، حاجات سيراميكس ما فيهاش ميتال خالص. ده فرق موجود ما بين الاثنين. الايماكس الزيركون والايماكس في جزء الاستاتكس الايماكس ده بيبقى افضل بكتير قوي كمان من الزيركون. فكل طبيعه بالنسبه للتركيبات دي لها استخدامات ولها لها لها عايزه 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 حلقات عشان تقعدي تتكلمي فيها. الصراحه كارثه بتقابلنا. طبعا ده مش مع كل اطباء الاسنان طبعا. ان احنا الطبيب قبل ما بيركب، قبل ما بيعمل تركيبه، بيبرد السن كتير جدا. ده
طبعا في التركيبة نفسه بيعوق بعد كده الإنسان، وبيحس بألام تحت التركيبة، وبيحس إن الأسنان أو الضروس اللي تحت حاسس إنها ضعيفة جدا أو حاجات دي. موضوع البرد ده دكتور يعني عايزة أفهمه لحضرتك، دي بيتعامل مع يعني مش كل الأطباء طبعا، وإيه الخطورة أو الحاجة اللي مش لطيفة اللي ممكن تحصل بعدين؟ هو البرد ده يعني انت علشان تعملي تركيبة اولا انت لازم تبردي من السن دي شوية، وبعد كده تركبي التلبيسة علشان ما يبقاش الحجم بلق يعني زي اللبسة كده والقلم ده على طول. دي السن مثلا، واحنا شلنا منها جزء وركبنا عليها دي كده بقت خلاص بقت تمام. لكن لو هي زي ما هي كده وركبت عليها فهتلاقيها شكل ضخم، مش هتلاقيه مظبوط. فهو انا لازم ابرد، بس هي الفكرة في البرد بقى. هو طبعا كل الحاجات الجديده كلها اللي طالعه ان انا يعني ابقى مور كونزرفتيف اكتر، ان انا احافظ على جسم السنه يعني على قد ما اقدر. هي انواع التركيبات كل تركيبه بيبقى لها سيكنس برضو معين. البورسلين ده من الانواع اللي هي فيها ميتال وفيها بورسلين، فطبقتين الزيركون والماكس دي طبقه، فالبورسلين ده محتاج كميه برضو معين بس ويز الليميت. الفكره التاني الزيركون او الايماكس ان انا ممكن اعمل برد ليه برد بسكنس معين وبتوقيت معين، وليه يعني ليه ليميت يعني. انت ممكن في سكنس مثلا بيبقى لها 3 من 10 مثلا زي الايماكس او الحاجات دي، فاحنا كل على حسب نوع التركيبه على حسب نوع البرد. بس ان انا ابرد كتير او ان انا ابرد شويه ده بيبقى على حسب بقى ايه شغل الدكتور، ايه السنسيتيفيتي بتاعته بتاعت البرد. في ناس بتعمل اوفر ريدكشن او تنزل السنان، ده طبعا ده الكلام ده مش مظبوط يعني. مركز التميمي لتجميل الاسنان دكتور محمد جمعه التميمي، ماجستير التركيبات الثابته جامعه المنيا، العنوان دسوق شارع سعد برج العلا، تليفون 0119 80 195، 0745 25 624، صنهور المدينة حارة السبعة، تليفون 0745 25 89 838، 0119 80 195. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور محمد التميمي ماجستير التركيبات الثابته، نكمل حديثنا معاه عن التركيبات الثابته برضه، وده موضوع حلقتنا النهارده. اسمحوا لي ارحب بضيفي للمره الثانيه، اهلا بحضرتك دكتور. اهلا وسهلا ازي حضرتك، الله يكرم دانورك والله. طبعا قبل ما نطلع فاصل كنت عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا. السؤال ده بيقول التركيبه في بعديها الم كتير شديد، مش عارف اكل، مش عارف ايه، مش عارف حاجات كتير كده، ونولات كتير بين الناس وبعضيها في موضوع التركيبات. ليه بنحس بالم في التركيبه بعد ما بتتركب، وخاصه مباشره اول يوم ثاني يوم وتفر يعني من الوقت، بس احنا بنقول ان بنحس بالم ليه؟ هو الاحساس بالالم بعد التركيبه هو له اسباب كتير. اولا انا علشان ابرد السنان، لو انا يا اما السن ديت حيه ولسه ما اتحشتش او ما حشناش عصب وما عملناش فيها حاجه، او ان هي محشيه عصب. لو محشيه عصب مش هيبقى فيه اصلا بين لاي حاجه، حتى لو ركبت التركيبه بعديها لو حتى فيها ديفكت مش هتحس ببين خالص. هو البين بيبقى جاي منين؟ بيبقى جاي ان السن اصلا انا بردها وهي عصب، يعني هي لسه لايف، مش محشيه عصب، ما فيهاش حشوات، ما فيهاش اي حاجه. فتره البرد دي عشان انا ابرد السنه وباخد لها مقاس وببعتها المعمل بيعمل التركيبه وبعد كده بيجيبها. الفتره ما بين المقاس وما بين المعمل دي مثلا ماكسيمم مثلا اسبوع او 3 4 ايام مثلا. 3 4 ايام دولت انا سايب السن دول عريانه مكشوفه للسخن والسائع والهواء اللي كل اللي داخل في الفم، كل ده هيبقى على السن. فلو سبتها انا عريانه ساعات دي تبقى تخزن، ساعات دي تجيب الم من بعد التركيبه لو انا سبتها كده مكشوف. فعشان اتفادى القصه دي بركب لها حاجه اسمها تمبر كراون، حاجه مؤقته، تلبيسه مؤقته في خلال الاسبوع ده تغطي السن دي علشان تحميها من السخن والسيع والكلام ده. بنتي بس يا دوب بردتي بس وغطيت السن زي ما هي، هتيجي التركيبه الدايمه تشيل المؤقت وتحط الدايم وتركبي ده خلاص ما يبقاش فيها مشاكل. ما عنديش مشاكل كده بقى. ده نوع اصلا غطيناها زي ما بنحافظ على اي حاجه بالظبط، بس بالظبط. بس هو ده سبب، ده سبب من القلق. ممكن يبقى جاي حساسيه مثلا ان انت بردتي السنان دي مثلا، الجهاز الكونترا بتاعتنا دي او الهاند بيس بتاعتنا دي بيبقى فيها
زي البونطة كده بنشيل بيها جزء من السنان. لو انا اشتغلت كده وعمال اشيل من السنان مثلا وزود كول انت مفيش ميه مثلا موجود، فده بقى فيه حراره كتير قوي هيت جنريشنز بتولد من الاحتكاك ده والشياله دي، فممكن ياثر على العصب، ممكن يتخزن ويسمع معايا احساس بعد كده، وممكن يبقى السن دلوست خالص بعد كده تحتاج تتفشي عنده. ده نوع من انواع الالم. ممكن يبقى التركيبه ذات نفسها مش مقفله، يعني التركيبه مثلا لازم ان هي تبقى داخله زي اللبسه دي كده تسمعي الطاقة بتاعتها دي كده، معناها الجزء ده مقفل وكمان بياخد لزق تمام على السنين. نوع اللزق ذات نفسه كمان بيفرق في الحساسية بتاعت السنين. ده فروق. في فروقات كتيرة بقى تاني ممكن يبقى جاي اصلا لو فيه اللي قدر الله حاجة زنجفا حرف التركيبة داخل قوي على الأسهل، في أماكن التركيبة ما ينفعش إنها تسقط فيها ما بين السنين، ممكن يبقى ضاغط حاجات كتيرة، ممكن يبقى حشو عصب لو السن مثلا محشية حشو عصب بناكل تركيبة ومش قادر يضغط عليها أو مش قادر إن هو يكمل دورة الأكل بتاعته، فممكن يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه ألم. التركيبة اتكسرت، التركيبة اتحركت من مكانها، التركيبة رايحة جاية بس بحسس بيها، كل الحاجات دي في ناس بتحس بكده بعد ما بنعمل تركيبه ثابته. حضرتك برضو تفضلت وشرحت جزئيه مهمه جدا، ان انا عشان اعمل تركيبه ثابته لازم يكون بعمل على اساس، بعمل على حاجه كويسه ما تخليش حاجات دي تحصل معايا. لكن في مشكله كبيره جدا جدا بتواجه الانسان في بيته، في قلب بيته، فجاه لقيت التركيبه مش اتكسرت او اتحركت، لا دي وقعت خالص مني في توقيت انا مش عارف اوصل لدكتور محمد، توقيت بقى بالليل، توقيت انا في شغلي، توقيت اي كان، في الوقت ده اعمل ايه في الوقت الحالي عشان اتفادى المشاكل اللي ممكن تحصل لي لو انا اتعاملت بنفسي؟ هي التركيبه انها تتكسر او تقع انت يعني انت مش هيبقى عليك حاجه انها تقع، انت مش هتحافظي على التركيبه ان انت تقع، مالكيش عمايل. هو انت بالنسبه للمريض مثلا التركيبه هو ايه ذنب المريض ان التركيبه دي هتقع؟ هيقعد يفحر فيها او يطلعها؟ لا، ملوش علاقه هو بالكلام ده. تركيبات ثابته وقعت يبقى في مشكله اصلا في 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 في, في الحاجات دي ذات نفسها، يا اما في التركيبه يا اما في الزراعيه يا اما في السنان يا اما الموضوع كبير. لكن المريض كمريض مثلا التركيبه وقعت مش ذنبه، اصل لك انت اكلت عليها حاجه، اصل انت مش عارف عملت ايه. ايوه حبيبي، ما انا حطيتها عشان اكل عليها، انا مش حاططها ان انا حطيتها عيره. لا، قصه بقى انها تتكسر دي حاجات كتيره بقى ممكن يندرج تحتها مليون سبب. نوع التركيبه ذات نفسه اللي انت حاطه فيه البورسلين ده طبقتين، ده وارد ان هو يتكسر لو انت تعافيت قوي او انت عملت حاجه اب نورمال غير الطبيعي بتاعك. ممكن يتكسر، ممكن يتكسر، ايه المشكله؟ حاجات مثلا زي الزيركون والاماكس اصلا لو في ديزاين ذات نفسه مختلف، يعني الاماكس ما يتعملش كوبري مثلا معلق ما بين سنتين عملته، ما هو هيتكسر. دي الحاجات اللي هي بيبقى فيها مشاكل ظاهره قوي يعني خلاص، او هي معموله اصلا غلط. لكن في الطبيعي لو انت عامل كل حاجه مثلا صح او كل حاجه مثلا ايضا في بورسلين عايش بقى له 15 20 سنه شغال، ما حصلوش اي حاجه خالص، وبالعكس وبياكل وستيل محترم وكويس ونظيف، وزيركون وايماكس كل حاجه مختلف. بس هو الفكره عشان ما تتكسرش، هو الديزاين ده بيبقى عندنا احنا مش عند المريض، المريض ملوش دخل. الديزاين ان انا ابقى انا عامل اولا ديزاين بتاع تركيبه صح محترم، الاسنان اللي هي شايله التركيبه اكتر يعني وزنها حمل السنان ذات نفسه اكتر من اللي هو مخلوع ذات نفسه. يعني انت خلع ضرس في النص، اجيب ضرسين احمل عليهم الضرس الصغير، يبقى اللي شايل اكتر من الضرس اللي هو مخلوع ذات نفسه. نوع التركيبه في اماكن معينه، يعني في ناس بيبقى مثلا عندهم بروكسيزم مثلا اللي هو صرير الاسنان ده مثلا، ده بيبقى محتاج حاجات سبيشال مثلا بالنسبه للتركيبات، مش هحط له ده اي حاجه. فالتركيبات لا، مش المريض مش باش داخل فيها قوي يعني. لكن هي لو وقعت بقى ممكن يلجا بقى للدكتور على طول. طب دكتور محمد، يعني عايزين تقول حاجه مهمه جدا في موضوع التركيبه ديت، احنا عملناها واطمنا وخلاص والدنيا تمام معانا، لكن عشان تعيش معايا مده اطول وعشان نحافظ عليها عايزه اعرف انضفها ازاي؟ انا بقول السنان العاديه معروف ان معجون وفرشه والدنيا بتمشي وكده، وزي حضرتك ما ذكرت وقلت اهم حاجه وقت المعجون بالليل مش الصباح وخلاص كده، لا، لكن التركيبه بقى نفسها
في خيوط، في حاجات كده على قدر معلوماتي الصغيره بتتعمل عشان بنضف بيها التركيبه وتعيش معايا مده اطول. عايزين نعرف ازاي، يعني ازاي ننضفها ونحافظ عليها. هو التركيبات احنا هنتعامل معاها كانها سنان بالظبط طبيعيه، ما فيش فيها اي مشاكل خالص. اللي بيتعمل طرق التنظيف بتاعه الاسنان الطبيعيه العاديه هي اللي هتتعمل في التركيبات عادي. بس التركيبات ممكن يبقى فيه اختلافات بقى، يعني ممكن الاسنان القدامانيه دي احنا عاملين لها مثلا فينير او كراون مثلا، كل واحد ليه تلبيسه بس هم سيبرت منفصلين عن بعض. أيوة. ده ممكن اتعامل معاه عادي لان السنين دي هتتصل مع بعض بكونتاكت نقطه يعني متصله مع بعض. فممكن اغسلها بالفرشه عادي، ما عنديش اي مشكله خالص. ممكن ادخل الدنتال فلوس الخيط اللي هو الطب ده عادي ادخله، ما فيهوش مشاكل خالص. اتمضمض عادي بالفرشه بالمسوري بالمضمضه، ما عنديش اي مشكله خالص. لكن في تركيبات مثلا بتبقى زي البريدج اللي هي البريدج او الكوبري. الكوبري ده كده كده بيبقى كله كونتاكت مع بعضه. مش هتقدري ان انت يعني مثلا تدخلي الخيط ده الا في المنطقه الاماميه بس، اللي قدام هتيجي تدخليه في النص هو اساسا كله ميتال، يعني كله قطعه واحده بالظبط كده. لكن الفرشه والمعجون والكلام ده كله ده اوكي، ما فيهوش مشكله خالص، نقدر نتعامل بيه. ده بالنسبه للتركيبات اللي هي الثابته. لكن التركيبات المتحركة هي اللي بتبقى محتاجة بقى ايه شوية مجهود شوية عن اللي هي التركيبات الثابتة. ان انا هشيلها طبعا ده لازم بقى تتشال كلها وتتغسل بالفرشة وتتحط في محلول كويس او حاجة مطهر مثلا كويس لحد الصبح، وانضفها من الاكل والكلام ده ومضمض اللسة وشوية مية دافين اي حاجة، ان انا بحس ان انا ارطب بس المكان اللي موجود. والشغل مختلف المتحرك عن الثابت بصراحة. ده بالنسبة للجزء بتاع التنظيف يعني. طب سؤالي الأخير والمهم جدا، حضرتك تنصح الناس بإيه اللي هم فعلا بالفعل عملوا تركيبات؟ اللي عمل ولا لسه اللي هيعمل؟ اللي عمل. عشان نحافظ برضو زي ما قلنا دلوقتي بسؤالنا ده بالنسبة للتنظيف. لكن أنا كبيشنت وعامل تركيبة أو عشان ما ألجأش كده، عايزين برضو نصايح من حضرتك كده لكل السادة المشاهدين معانا. هو بالنسبه للنصايح العامه للتركيبه، هو طبعا حضرتك انت هتبقى عارف ان انت مركب تركيبه ايه، بورسلين مثلا او زيركون او ماكس، كل واحده فيهم ان انت هتستخدم الاستخدام العادي الطبيعي بتاعك، مفيش فورس جامده قوي، مفيش حاجه ناشفه قوي، الخبطات تتجنبها، التنظيف طبعا تركز عليه قوي زيها زي الاسنان، الغسيل والفرشه والمعجون ده برضو شيء اساسي بيدي عمر اطول للتركيبه. تبعد بقى عن الحاجات اللي هي ايه يعني مؤذيه قوي بالنسبه اللي هو هيدور الاسنان الطبيعيه بتاعتك، انت برده كده كده ما تعملوش بالنسبه للتركيبات عادي. لكن لو حاجه جت بقى لا قدر الله غصب عنك، خبطه واقعه كسره كلام من ده، وده ما حاجه خارجه يعني عن ارادتك بقى، ممكن ترجع فيها للدكتور ان شاء الله المعالج بتاعك يعني. بنشكر حضرتك دكتور محمد على الحلقه الجميله الممتعه اللي هي فعلا افادت الناس النهارده عن التركيبات الثابته والمتحركه. وطبعا باذن الله انا بقعد اسلم شغلين الدكتور محمد وعدنا يا جماعه ان هو هيتكلم الحلقه القادمه في موضوع مهم جدا جدا، السيده الحامل والعنايه باسنانها ازاي، عشان طبعا احنا عارفين مشاكل السيده الحامل، مش هاخد في الموضوع النهارده. لكن وعد من الدكتور محمد كل سيده تنتظرنا تشوفنا وتسمعنا على قناتنا الجميله قناه صحه وجمال مع دكتور محمد تميمي، وهيكلمها ازاي تعتني بنفسها وباسنانها اثناء فتره الحمل. شكرا لكم وإلى اللقاء.